صباح الورد والياسمين، متتبعاتي الزوينين ومتابعين الأعزاء، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحة؟ نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم بغيت نشارك معكم أكلة دي سميتها البرغل التركي. خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير اللي غنحتاجو في هذه الأكلة. عندنا حبة ديال المطيشة مقطعة مجلودها مقشورها، حبة ديال الفلفلة حمراء وخضراء مقطعين، بصلة مشلضة، 3 فصوص ديال الثوم، ملح، كزبرة حبوب، كركم نخركم عود، كمون، إبزار. عندنا حكة ديال المطيشة، وعندنا كاز ديال القمح اللي هو البرغل اللي كنسموه هربل عندنا في المغرب، وعندنا 2 كيسان ديال الماء سخون. هذه هي المقادير اللي غنحتاجو، خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة ديال الطهي ديالو. يلا البنات، اول حاجه غنحطو هي الزيت، روميه شويه منها، وغنديروا شويه زيت العود، زيت زيتون شويه منها وشويه منها، نخلطهم. دابا غنحطو البصله، بس لا نخلوها تشحر شويه مزيان. دابا غادي نزيدو الثومه، وغادي نزيدو تاع فلافل كيما حمراء وخضراء مقطعين، وغادي نزيدو حبه ديال المطيشه مقطعه. البنات ما شرحت لكم على بالنسبه للبرغل، البرغل راه هو القمح المهرس، تنقولوا احنا هربر، هو البرغل. غادي ندير فوق معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، معلقه كبيره، شويه دابا غادي نضيفو البرغل، كاس ديال البرغل مرطب. غادي نضيفو العطرية، غنديرو الملح، معلقة الملح، معلقة ديال القزبر حبوب، البزار على حسب الرغبة، كمون، معلقة كمون، وكركم. صافي ونحركو المكونات كلهم.
هذا باش غنضيفو الماء. دابا غنضيفو دابا غادي نضيفو جوج كيسان ديال الما طايب، درنا كاس ديال العنبه غادي نديرو جوج كيسان ديال الما طايب ديال العنبه، ما ديروش البارد، إذا درتو البارد ما غيعجز ليكم البرغر ما غاديش يفيد. ونغطو عليه نخليوه حتى يطيب ونرجع ليكم ان شاء الله. هو بعد ما طاب البرغل وشرب من هاد الميه، المهم انتوا البنات الا بقيتو ذقتو ولقيتو مازال باقي ما طابش زيدوا واحد نص كاس ديال الماء طايب، ما تزيدوش البارد، الماء طايب وبقاو تحركوا فيه حتى ينشف الماء، ما يبقاش فيه الماء نهائيا. هذيك الساعه غادي تشوفوا طريقه التقديم ديالو، وتخلوا على النار مهيله، النار مهيله حتى يطيب، وخليكم مع الشكل النهائي ان شاء الله. هو الشكل النهائي ديال البرغل، نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه، وخلوا لي تعليقاتكم. بالصحه والراحه، مع السلامه، في امان الله وحفظه.